صباح الخير مجددا مشاهدينا، حنواعدكم مع واتس كوكينج، ومثل كل يوم اربعاء وجمعه معنا اليوم دلال كنج. صباح الخير دلال. صباح اليوم نحن بالاكثر. اليوم عندنا وصف اذا لحقنا. صح اذا لحقنا. اول شيء مثل الكفته، شيء مثل الكفته. كفته هي منا كفته، لانه اليوم عم نشتغل، هي وصفه مالحه اول شيء تنقول. عم نشتغل باللحمه المفرومه يلي بدنا نضيف لها بصله، بيض، بدنا نضيف توست الطري اللي بدنا نلته بالحليب مع شويه كمون، سبع بهارات بالاضافه للكزبره، الصنوبر. ما خلصت وصفتنا هون، هيدي وصفه فينا نشتغلها بالفرن، نعملها مثل الكفته العاديه لان طعمتها طيبه. اليوم حبينا هيك نطلع شوي من العاده ونوضعها بقلب ورق السمبوسك او رقاق الجبنه. بدنا نلفها، بدنا نجيب الستيك اللي انا زينته، بس اكيد ما حندخله على الفرن، هيك الباربيكيو ستيك بدنا نحطها هيك، ندخلها على الفرن لمده 10 دقائق. هلا حنشتغلها سوا. هلا وصفتنا الثانيه ستيفاني هي التريف الكذبه، اذا بدك تريف البيتي، يعني التريف على دلال. على دلال، اي لان احنا وقت نقول تريف معودين على الشوكولا فريش مع بوسفير او مع عده نكهات. اليوم هيك وصفه سهله سريعه، جوز الهند، كاكاو، سكر بودره، بسكويت. البسكويت معودين ناكله من احنا وصغار، بدنا نطحنه مع الحليب المكثف المحلي يلي بدنا نكعزلهم ونشتغل. خلينا نبدا نشتغل. خلينا نبلش بالوصفه المالحه. اول شيء اي نوع من اللحمه؟ اليوم عم نحكي على لحمه مفرومه، بقر يلي ما بحب البقر. مفرومه ناعم؟ مفرومه فينا فينا نستخدمها ناعم او خشن. ضفنا لها بهار اسود، رشه من الملح. هون عندنا بصله كامله، فينا نجيب ملعقه مفرومة صغير، بدنا نضيفها على وصفتنا. عندنا كزبرة مفرومة. اوكي. كمان. بنرجع عندنا بياض بيضة وصفار بيضة. اوكي. بيضة كاملة وبياض بيض. اوكي. بدنا نمزجهم. هلا بعدين بندعكهم. اوكي. رشة من الصنوبر. اوكي. يلي بدها تعطي نكهة لوصفتنا. هلا خلينا نحط البهارات قبل ما نضيف ستيفاني. كمون. عم نحكي على كمون. اوكي. وهون عندنا سبع بهارات. هون استخدمنا التوست الطري اللي بطل طري لانه شو ساعه بان دومي. شلنا البيتين يلي عندنا اياهم لثاني نهار يعني او ثالث نهار بيقسوا. هلا انا ما بدي اياهم كثير، مش ضروري يقسوا لانه هلا بدنا نلتهم بالحليب السائل. اوكي. بهيدي الطريقه ونزيدهم. ونزيدهم على ونزيدهم لنرجع نفتفتهم. اوكي. اليوم عم نشتغلنا باثنين توست طري. أوكي. كل هذا المزيج ستيفاني بدنا نمزجه سوا، بيطلع لنا كفته. طيبه. كفته كثير طيبه، بدنا نفتفته بهالطريقه. نذكر انه ضفنا بهار اسود، رشه من الملح، وبدنا نمزج كل المقادير سوا. نشتغلهم بهالطريقه. اوكي، حط هنا كزبره كمان. ضفنا كزبرة، ضفنا بيضة كاملة، بياض بيضة. ما بدي أنسى الصنوبر أكيد، التوست الطري، الكمون، سبع بهارات يلي بدها تعطي نكهة. هلا من بعد ما ندعكهم كثير منيح ستيفاني، بدنا نغطيهم بورقة النايلون وبدنا نوضعهم بالبراد لمدة ساعة ليتماسكوا. بما أنه نحن معنا وقت حنشتغلهم، بس من المستحسن تنأكد انه نحطهم بالبراد لمدة ساعة. هيدي وصفة فينا نستبدل اللحمة المفرومة بالدجاج المطحون. اوكي. عم نحكي على صدورة الدجاج مطحونة. فوالا. لكن مثل ما هي بدنا نغطيهم ونحطهم بالبراد ساعة. ونحطهم بما انه نحن معنا وقت هلا رح نبدا حنشتغلها. لكن الباتي الباف بيستري فينا نشتغل بات القفيل ورقاقات، بات سمبوسك، حيلا نوع من البات. السبرينغ رولز نشتغلهم بهيدي الطريقة ستيفاني.
اوكي بدنا نحطهم، خلينا نحط اثنين طن. بدنا نغير الكفوف لنقدر نبرمهم. اوكي. شو بعدين بنجيب ملفوفه او يوم جبنا ملفوفه حمراء غطيناها مثل هون مثل هون وبدنا نشكبكم بجون فيس. بجون فيس. فوالا غير الكفوف. اليوم حنسكرهم باثنين بهالطريقه. اكيد عندنا زبده دايبه. فوالا نرجع نحط الكفوف. هيدي وصفه سهله، يعني هلا عندنا كتير. عزيمه غدا، عزيمه عشاء اشتغلها. فوالا قد ايه وقت بدهم بالفرن؟ ما بدهم جويتك ستيفاني؟ نو بتصير على المطبخ مش مشكلة. ماكسيموم 15 مينوت. بدنا نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق. أوكي. وبدنا ندخل وصفتنا بالفرن. كيف بدنا نسكر؟ فوالا. اوكي. هون بدنا نذكر انه حيلا نوع من العجينة اللي هلا عم نشتغل فيها، إذا شفت إنه دغري بتنشف، يعني إحنا كنا مغطينا صح بفوتة المطبخ. فوالا بهالطريقة بدنا نسكرها ونحطها بالصينية. فوالا. أوكي. هاي أول وحدة. نرجع نسكرها. نرجع نحط لها هالقد زبده. لتقرقش. بس مهم انه نحط لها زبده. جبنا ستيفاني الباربيكيو ستيك مثل ما هون عم بشوفوا. اوكي. بدنا نوضعها. فوالا. هشتغل وحده ثانيه قبل ما ننتقل لل اوكي. بهيدي الطريقة كتير سهلة وبعدين كتير طيبة. بهالطريقة. فوالا. بس مش دايت ابدا. لا كل شيء بالاعياد ما في دايت. ما هيك؟ اكيد. ستيك. ستيك عم نشتغل شوي بالصغار لانه طوال. اوكي. فوالا. ليش حطيناها بهالطريقه؟ لانه هون بدنا نشكها على نقف هون ستيفاني لنقدر نشتغل بال هيدي بدنا نحطها بالفرن هلا نعمل بعد وحده نو بنحطها بالفرن لكن مثل ما قلنا بهيدي الطريقه بدنا نحمي الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق وبدنا ندخل وصفتنا على فرن حامي لمده ربع ساعه. اوكي جريت. فينا كمان نشكوكم بكوردون، مش ضروري يعني باربيكيو ستيك، شيء خفيف. هولي خلصنا. يلا قبل ما ننتقل للوصفة الثانية. لكن نرجع بنذكر ستيفاني انه نحن اليوم بدنا نشتغل بالملفوف يلي غطيناها. بالجنفيس. بالجنفيس او بحيلا شيء، نحن هلا على ابواب اعياد بقى حلو انه نشتغل بالجنفيس. تننتقل للوصفة الثانية كمان بدنا نحط كفوف. اليوم مثل ما حكينا حنعمل نقلارات ستيفاني قبل العيد لتخوف الأصلي، يعني كان فخش مع الشوكولا طيب، بس اليوم هيك على كوكونات. أنا علمتها من كذا سنة والكل حبوها. إيه سهلة وسريعة. بنرجع بنذكر رح ناخد سوا وقفة قصيرة ونرجع لكم. كفوف رح نتابع لكن نرجع نعمل التخوف. صح. اليوم عم نحكي على البسكويت
البسكوي العادي يعني مش دايجستيف ولا شيء، البسكوي المعودين عليه بدنا نطحنه. سبق واعطينا المقادير، يمكن عم نحكي على جوز الهند اللي معودين عليه على المغلي، سكر بودره، كاكاو. وهون بدنا نقول كمان للمشاهدين ستيفاني انه كثير مهم انه الكاكاو والسكر البودره انه نضعهم بقلب مصفيه تنصفيهم تنأكد انه هيك. وما بدنا ننسى عندنا الحليب المكثف المحلي. هلا هيدي وصفه انا شخصيا بحب ضيف لها الرام كمان او حيلا هيك نوع من الكول بيعطي نكهه. هلا من بعد ما طحنا البسكوي بدنا نضيف سكر البودره. اليوم عم نشتغلها شوي على النظر ستيفاني مش كثير. اوكي جوز الهند، والكاكاو نشتغلهم بالايد ستيفاني. اوكي لكن وضعنا جوز الهند، ضفنا الكاكاو، رجعنا ضفنا سكر البودره، وهلا عم نضيف الحليب المكثف المحلي. اوكي بندعك وبنرجع بنضيف. اذا بدنا نضيف الروم او حيلا شيء بنحبه فينا اكيد. هلا يمكن انت بدك تزيدي لي شوي ستيفاني، اعملي معي شو بدك؟ شوية حليب. هيدي هي وصفتنا بس بنعمل بوليت وبنحطهم وبنرجع بنلطهم. ميرسي ستيفاني. اوكي فينا نلطهم فينا نلطهم بسكر البودرة أو بالكاكاو أو كمينة بالكوكونات صح. وهون بدنا نقول يلي ما بحب كتير جوز الهند، بدنا نزعجك بعد بشوي ستيفاني، يلي ما بحب كتير جوز الهند كمان ما بيستطعم بالطعمة لأنه البسكوي والكاكاو مع سكر البودرة بده يكسر. ميرسي ثانك يو. فوالا هيدي هي وصفتنا، مبتدئين انه نشتغلهم بالايد. اذا بدك بعد شوي فيك يلا قبل ما نغير الكفوف ونبلش ندعك. بدك بعد يلا ما بقول لا ثانك يو. فوالا تمام بدنا فوالا شفتي كيف تطلع مثل العجينة؟ تري بيان. هلا بدنا نعمل بوليت صغيرة. ايه بدنا نرجع نغير الكفوف. يلا اليوم في استهلاك كفوف. أكيد هيني كثير وصفة كثير طيبة. دقيقتين مش خمس دقائق، دقيقتين. بدنا نكعزلهم بهيدي الطريقة. هون فينا نلطهم بالكاكاو. هيدي تروفية. وي أنا مصرة أحطهم بهالجاط ستيفاني. ليش لا؟ نرجع فينا نزغرهم نكبرهم ضروري يطلعوا قد فينا نحطهم بالكوكونات كمان هيك بيطلع مثل الثلج بولدوناج. هيدي بولدوناج. فوالا مثل ما فينا كمان بسكر البودرة. ايه كمان نعمل تشكيلة. سهلين، الصغار بحبون أكثر من الكبار. ايه أكيد. جيماجين الطعمة طيبة. هلا بعد شوي بدوق وحدة. فوالا لكن حطينا بسكوي، حطينا حليب مكثف، حطينا كوكونات، جوز الهند، سكر بودره صح، وكاكاو كاكاو. وفينا نحط اذا بدنا مثل ما قلتي روم. صح اكيد روم طيب معه مش للولاد بس اذا للكبار بحبون يعطي نكهه طيبه كمان. او فينا نشتغلهم هيك بهالطريقه. تري بيان. هيدي التروف البيتية ستيفاني.
كثير هينه هينه. بعد نعمل وحده قبل ما يدهمنا الوقت يات. ومنخلص نعملها على كاكاو كمان. Very good. نحن خلصنا رح ناخذ سوا وقفة بنرجع لكم بتيستينج. دلال؟ وي كثير حلوين هيدا سريع 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 يعني ايه. كان عبالنا هيك انه نعبيها بس لضيق هون بس تنقول للمشاهدين ملفوفة هون البون ملفوفة تنفرجيهم ملفوفة حمراء ما بدنا نضيع الديكور هي ملفوفة مش ضروري حمراء يعني حيلا لون اوكي بس ليه جبنا ملفوفة ستيفاني؟ لأنه فينا نشك فيها إذا بدنا نشتغل بالايسبرغ أو هيك اوكي بما انه نحن هلا باجواء عيد بقى حلو كمان بعزيمه يلي حنشتغلهم نعمل برزنتيشن نعمل هيك برزنتاسيون حلوه مع دينو وكمان كان عملنا نعمل برزنتاسيون احلى بالتروف لضيق الوقت انه لو اكثر كمان كانوا احلى وهون صح. بدنا نقول الفكره كنت عم اقول لك اياها قبل بشوي انه كمان فينا نجيب باربيكيو ستيك ونحشيهم دي تروف يعني نوضع وحده حد الثانيه وكمان نشتغلها بزيت الطريقه بعشا وشي كمان بيطلع حلو هون طلعنا شوي من العاده او فينا كمان نحط التروف ببول ازاز او بالديفيرين بس انا اليوم ما حبيت اشتغل بالديفيرين عم اشتغل كثير بالفيرين بقى هيدي هي وصفتنا السهله والسريعه ستيفاني تنرجع نعيد شو حطينا بالكفته دلال اليوم هي منا كفته 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 على هيك شوي على دلال ايه على كل شيء على دلال اليوم مزعبره يعني على لحمه مفرومه مع كزبره لحمه سوري مفرومه صغير مع كزبره ضفنا بيضه كامله مع بياض بيضه ما بدنا ننسى الصنوبر الكمون سبع بهارات ملح بهار اسود وكمان ما بدنا ننسى التوست الطري ساعدك فيها يلي قلتيناه بالحليب تا يطلع عن جد طري رجعنا جبنا ورق السمبوسيك او حيلا نوع من الورقه فينا السبرينغ رولز لفيناها بهيدي الطريقه ورجعنا ضفنا عليهم ما بدنا ننسى الزبده السايله واليوم هيك حبينا نطلع شوي من العاده نشتغل بالباربيكيو ستيك لان نزيد شوي الكفته كثير طيبه ايه طيبه كثير حتى كمان فكره فينا نجيب الخضار يعني حيلا نوع من الخضار نشتغلهم كمان ونشكشكهم على سلاد يعني نشتغلها بهيدي الطريقه. بالنسبه للتروف البيتي كمان اليوم عم نحكي على بسكوي البسكوي اللي بنلاقيه بالعلب الكبار يعني اللي بدنا نطحنه ستيفاني بدنا نضيف عليهم سكر بودره كاكاو جوز الهند يلي معودين عليه تبع المغلي فينا نضيف شويه غم ما بدنا ننسى الحليب المكثف المحلي اللي بده يعطي نكهه كعزلناهم ولتيناهم بالجوز الهند كاكاو سكر ايه التروفات الطيبه بس طعمه الجوز الهند طاغيه ايه. يعني يلي بحب الجوز الهند اكيد اكيد بده يحب صح. او بخفف شوي من جوز الهند كمان وبزيد شوي البسكوي اكثر مع الكاكاو بيعدل على طريقته صح بيعدل كمان دلال نرجع بنشوفك نيكست ويك الاربعاء وانا برجع بشوفكم مشاهدينا بكره الاربعاء ما تنسوا البسمه على وجهكم باي باي